بسم الله الرحمن الرحيم. احنا غنلتقيو معكم دابا، غننتقلوا للجماعه الحضاريه، هي الجماعه الحضاريه بومندس. غنتلاقاو مع محمد سمير، وتقني بالجماعه الحضاريه بومندس، استاذ بومندس كما كنعرفوا بانها تعتبر من المناطق السياحيه المعروفه باقليم تنغير. انتم كجماعه حضاريه واش عندكم شي رؤى وعندكم شي تفكير جماعي كتنسقوا فيه مع المنعشين السياحيين بالمنطقه بانكم تنهضوا بالمنطقه وغادي تولي منطقه استيعاب واستقطاب للسياح وما تكونش محطه عبور؟ بصراحه بلديه مهندس كانت من بين اقدم تم احداثها سنه 1992 خلال التقسيم الاداري 1992. بخصوص القطاع السياحي، المنطقة صراحة تمتاز بمجموعة من المآثر، وكانت هي في منطقة استراتيجية كتربط ثلاث واحد، عندك سميتو مضايق تودغا، مضايق دادس، المنطقة مضايق La vallée des roses. La vallée des roses et la vallée des oiseaux. نعم. Donc, c'est une منطقة بومندس كتكون وهي محطة عبور. نعم. علاش؟ لأن الإشكال اللي وقع هو المشكل تاع البنية التحتية. مشكل العقار، مشكل عدم تأهيل المنطقة. حاليا المجلس البلدي ببومندس خدام الآن على مشروع تأهيل المنطقة، هي المدينة. كان عندنا مشروع سائل الصرف الصحي، كان عندنا مجموعة من المشاريع، كان تهيئة كورنيش بالمنطقة، كان تأهيل مجموعة من القصبات. وبالنسبة لواحد سؤال مهم غنطرحو عليك أنت كممثل ديال الجماعة الحضرية ديال بومندس، بحكم تواجدها والقرب ديالها من الجماعة الحضرية لقلعة مكونة، واش هذا المهرجان ومن خلال انتقاله من الموسم المهرجان في الدورة ديال واحد الدورة 51، واش كتحسوا فعلا انتم بأنه ابتداء من الدورة اللي فاتت واش كاين شي تأثير إيجابي على الفلاحين وعلى الساكنة ديال المنطقة؟ صراحة غادي نصحح لك بعد واحد سميتو واحد المقولة. نعم. أنا ليس بممثل ساكنة، أنا كتقني بالجماعة الحضرية. نعم. بالنسبة للدورة 51 سميتو الواقع ديالها واش كان إيجابي ولا سلبي، هذا كنشوفو من حيت المنطقة عندنا المنطقة تاع بومندس فيها التواجد تاع منتوج تاع الورد، ولكن الحقيقة ما كيستافدوش الناس الفلاحة تاع المنطقة. كنشوفوا كثرة التعاونيات، كل تعاونية في المنطقة تاع منطقة التعاونيات اللي كاينين تاع الورد على مستوى قلعة مكونة هي فوق 30 تعاونية وأكثر، ولكن المنطقة تاع بومندس ما فيهاش حتى تعاون. لا غير هاد التعاونيات، واش يعني حسوا بأنه راه كاين شي حاجة جديدة من خلال تحويل الموسم للمهرجان، ولا الامور يعني غاديه بطريقه عاديه في نظرك انت؟ في نظري انايا هذا السؤال غادي نوجهه للناس نتاع التعاونيات. نعم. بحكم عدم ما كانش واحد الكونتاكت بيني وبين التعاونيات باش نعرف الواقع ديالهم، ولكن بصراحه انا غادي سميتو عندي فيزيون على المهرجان تاع الورد. حنا كنشوفوا مهرجان تاع الورد شحال هذه هي الدوره 52، ولكن واش عطينا لهذيك النبته ديك الورد عطيناها القيمه ديالها؟ داكشي اللي كتستحق كتستحقهاش، ما عطيناها ليهاش وني ابت. ولكن الا مشينا نعطيوها سميتو نعطيوها ان فالور اوتوماتيكمون غادي نوصلوا لواحد المهرجان، واحد المهرجان بلا مهرجان غادي نوصلوا بعدا لهذيك النبته نعطيوها القيمه ديالها، لان لا غوز القيمة اللي كاينة في القيمة تاع لاغوز عند الناس نتاع الغرب كاع تبقى قيمة. أنا لاغوز كنشوفها كنهز لاغوز من سميتو من أي بلاصة كيعطيها ليا شي واحد
ما كنعطيهاش سميتو القيمه ديالها. هذا هو المشكل، ماشي غير فقط بالنسبه لي غوز، ولكن بالنسبه للمنتوجات كاع اللي عندنا. منتوجات منتوجات، ولكن كتمشي كتلقى منتوج اخر كتع سميتو صرا كيجي كيعطيك سميتو اما غوز ولا كيكونك في لا كولور ديالك، دونك كيعطيها قيمه مضافه، كيعطيها واحد القيمه سميتو بحال الحنان كيعطيك. شكرا. نعم. بارك الله عليك. شكرا. شكرا. مع السلامه.